نبلش بالبرايمر، ننتقل للفاونديشن، كونسيلر تحت العين، منثبت الفاونديشن والكونسيلر بكومباكت باودر، نعمل كونتورينج خفيف للوجه، بدنا نمد ترانسلوسنت باودر تحت العين. رح ناخد هيدا اللون الليلا نستعمله كلون تدريجي ونمده على كسرة العين. رح ناخد هيدا اللون الكحلي يلي فيه لمعية ونمده على كامل الجفن المتحرك. رح نستعمل سبراي تنقوي اللمعية فيه. ندمج الألوان ببعضها. ناخد هيدا اللون البني تنعمل بلندنج أكتر، نمده على كسرة العين. ننتقل على اللون الأسود يلي حنمده على الزاوية الخارجية من العين بشكل زي مقلوب. منكفي اللوك ونمد هيدا اللون الأسود على خط رموش التحتاني، ومنكفي باللون التدريجي ومندمج. ناخد آيلاينر أزرق ومنمده بالواتر لاين. وتنضوي اللوك أكتر قررت استعمل هيدا الجليتر لونه بلو جيتان. حنمد جليتر جلو على الجفن. ناخد ليكويد جليتر ومنحطه على الزاوية الداخلية من العين. منحط ماسكارا على الرموش. ننتقل للليب لاينر والليكويد ليبستيك.